مرحبا بكم من جديد. إذن في قضيتنا بالنسبة لليلة، شابة أمريكية اسمها نيكي تختفي بعد ما خرجت للقاء أول مع شاب ما زالت كيف تعرفت عليه. خرجت باش تقابله 6 متاع الصباح ومن وقتها اختفت تماما. نجموا المحققين يحددوا بعد ما عرفوا شكونه هالشاب، نجموا يحددوا عنوانه دافيد. دافيد لقاوه يسكن في منطقة راقية جدا، في حي يسكن فيه كبار رجال الأعمال. رجل الأمن اللي يخدم في المجمع اللي يسكن فيه دافيد أكد للمحققين أنه هالشاب من اللي خرج البارح مع مطلثة تاع الصباح ما رجعش. أيوة. واحد من المحققين اكتب في ورقة نمره وأكد على رجل الأمن أنه أول ما يشوف دافيد تعطيه الوريقة متاعي وتقول له أكيد يتصل بالشرطة. هذه راي مش بدها عندهم في أمريكا. البوليسية عندهم كارت فيزيت، كيمشيوا الواحد باش يفركسوا عليه وما يلقاوش خلوا له كارت فيزيت فيها نمره التليفون. أمريكا. استناوا المحققين حتى تعدات 48 ساعة أملا أنه سي دافيد يكلمهم، لكن شيء ما كلمهمش. اكتشفوا أنهم يستناوا في الفارغ، خاطر دافيد سافر لأوكرانيا، مشى بحذا عائلته من نهار 6 جوان مع الأربعة تاع العشية، يعني نفس النهار اللي اختفت فيه نيكي. خرجت 3 متاع الصباح ما عاودوش شافوه في 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 داره، الأربعة تاع العشية كان في أوكرانيا ولا خذ طيارة لأوكرانيا. تعديت أسابيع بل أشهر والتحقيق في قضية نيكي واقف، وصولاً ل 30 سبتمبر 2019 بعد 4 أشهر تقريباً على اختفاء البنت. المحققين جاهم اتصال أخيراً من دافيد بوغدانوف، قال لهم لي اليوم مازال كيف جاء من أوكرانيا بعد ما كان في زيارة عائلية. قال أول مرة واحد اكتشفت أنكم كلمتوني برشا مرات فركسوا عليا. المحقق اللي جاوبوا في التليفون قالوا أهي وهو كذلك سي دافيد، وراه ماذا بينا ناخذ أقوالك في قضية اختفاء، خاصة أنه أنت يبدو آخر شخص كنت مع شابة اسمها نيكي قبل ما تختفي، وربما تفيدنا بمعلومة في التحقيق. ودافيد قال والله يبارك وتوجه لمركز الشرطة. سألوا المحقق عاد على ليلة 6 جوان الشهيرة شنو عمل، كيفش قابل نيكي، شنو اللي صار. ودافيد قال ليلتها قال عيد ميلادي، قال كنت نحتفل أنا وأخواتي بعيد ميلادي. هما روحوا على رواحهم بعد ما تعشينا وسهرنا، قالوا أنا شفت بنية تمشي في الشارع وحدها. دافيد قال بنية ظهرت لي قاعدة معناها مع ماضي 3 متاع الليل درا شنو اتفركس، خفت عليها مشيت لها، وقفت الكهرباء هبط وبقيت نحكي معاها وسألتها لاباس تستحق نعاونك، قالت لي لاباس وقدمت لي روحها اسمي نيكي وقالت ضيعت تليفوني في الشارع وخرجت نلوج عليه. قالوا هي تحكي معايا لاحظت انها بكلها تتقذر بكا ترعش بالبرد، هذيك علاش نحيت الجاكيت متاعي واعطيتها الجاكيت وقلت لها تحبشي نوصلك للدار، وهي وافقت ووصلتها. قبل ما تهبط من الكهرباء قال اعطيتها اسمي على سناب شات، خاطرها ماو قالوا له عاده ها كلمتها كلمتك بسناب شات، قال اعطيتها اسمي على سناب شات. وروحت هي على روحها، وبعد درجين بالضبط بعثت لي رساله على سناب شات وطلبت مني قالت لي نتقابلوا 6 متاع الصباح، قالت لي ما لقيتش التليفون انا وبما انه انت ما معناتها قلت لي نعاونك اجا معايا 6 متاع الصباح نلوجوا على التليفون كي تضوى الدنيا. قالت لي متاكده انه هي طيحته في الجرده القريبه من المغازه اللي قفت منها، وقال هذاك اللي صار 6 متاع الصباح مشيت لها للدار باش نلوجوا على نهزها ونلوجوا على التليفون. قال اول ما طاحت في الكهرباء بحذايا طلبت مني نشري لها تليفون ونعطيها فلوس. هذا قال نبرة صوتها وطريقتها في الكلام ما عجبتنيش، كينا شخص آخر غير اللي شفته البارح في الليل، كينها متكيفة حاجة ولا شاربة حاجة ولا هذا. بالوقت قال طلبت منها تهبط من الكهرباء وخليتها في الشارع
ومشيت على روحي. ومن وقتها لا ريتها لا عاودت حكيت معاها، تنسيتها اصلا، وعشيتها سافرت لاوكرانيا ومعناها الموضوع وانا خالي الذهن. قال الرجل: بارك الله فيك. قالوا له المحقين، وخلاوه يمشي يروح على روحه. كلامه منطقي جدا الى حد الان، بحكم يعرفوا تاريخ نيكي مع تعاطي المخدرات زاد البوليسية، والقاوة أن السيدة ذي شخص نظيف وناجح، يعني عادي كيف شافها في حالة من الهذيان واللسان الطويل وكذا، خليها تصبح على خير. 7 ديسمبر 2019، توا تعديت 6 أشهر على اختفاء نيكي. راجل يتمشى في الغابة لقى بقايا جثة آدمية تحت شجر. بالوقت اتصل بالشرطة وبلغهم باللي شاف. أول ما وصلوا المحققين لقاوا بالفعل هي جثة بشرية، أو اللي بقى من جثة متحللة جدا، اللي بقى من اللي خليته الحيوانات. بجنب الجثة لقاوا المحققين ملابس نسائية وأكسسوارات قريب منها كابل تاع الشارجور تاع التليفون معقود في شكل دورة هكا، عقدة دورة. بالنسبة للمحققين ربما الكابل هو سلاح الجريمة في هذه الجثة. أيام قليلة من بعد يصدر تقرير الطب الشرعي، والسجلات الأسنان متاع الضحية هي اللي باش تحدد هويته، خاطر ما نجموش يحدوا هوية الجثة. الجثة ترجع الشاب عمره 17 سنة واسمه نيكولا كينهاوسن. نيكولا كينهاوسن هو ملقب بنيكي. القصة بطل القصة ولا بطلة القصة امتاعنا الليلة. نيكي في الحقيقة اذكر واسمه نيكولا، ولا خلي يقولوا من برا معناها هو أنثى بنية، من داخل هو ذكر. طب الشرعي أكد أنه سبب وفاة نيكولا هو كسر في العنق ناتج على ضغط بواسطة قال حبل وإلا خيط بلاستيكي. مرة هذه تحولت القضية إذن من اختفاء لجريمة قتل، والمرة هذه باش يعاودوا يستدعاو دافيد بما أنه آخر شخص شاف نيكولا حي قبل وفاته. إذن نيكي طلعت نيكولا، وهذا يغير مجريات القضية الكل، لأنه بالنسبة للمحققين نجموا نكونوا في مواجهة جريمة متاع كره المثليين. المرة هذه دافيد اللي عايتوله للتحقيق من جديد بدل أقواله، قال لي هو صحيح شاف نيكي تمشي في الشارع وحدها في الليل وحكي معاها شوية وتفاهموا بشارج لها 6 متاع الصباح، يتعارفوا يفطروا ويفركس معها على التليفون وكذا، لكن قال مشيت لها وين تسكن، خرجنا ندوروا بالكهرباء، لكن فجأة طلبت مني نوقف الكهرباء باش تحكي لي موضوع مهم. هاي شنو حكيت لك؟ هل دافيد انا وقفت الكهرباء؟ وهني صدمتني بكلامها، قالت لي انا راني كيفي كيفك. قال لها دافيد شو معناتها انا كيفي كيفك؟ ما فهمتش. عاد قال قالت لي انا راني ذكر. دافيد قال حسيت هكا الدم طلع لي راسي، ولكن طلبت منها تهبط من الكهرباء، كنت غاضب صحيح، قال سبيتها، من بعد خدمت الكهرباء ومشيت على روحي، ومن وقتها ما نعرفش شنو صار لها. سألوه المحققين باي شنو عملت بعد ما هبطتها، قال لهم مشيت للخدمة كما كل يوم، وقتها ذاك نمشي للخدمة. ما كانش يعرف دافيد اللي العناصر الأمنية وقتها عندهم تحركات حسب تليفونه،
وتمكنوا من خلال تحديد موقع تليفونه وتتبع تحركاته يعرفوا أنه في ذلك الوقت عكس ما قال هو اتجاه لبلاصة أخرى في طريق معاكس تماما لمكان خدمته. الكهرباء مش تمشي لبلاصة ما توقفتش لمدة ساعة ومن بعد وقف في اتجاه الغابة وين تم العثور على جثة نيكي. هنا سيتم إلقاء القبض على دافيد بوغدانوف وتتوجه له تهمة القتل من الدرجة الثانية. الخبر كان صادم لعائلته وأصحابه. 2021 باش تبدا المحاكمة متاعه وين باش يأكد دافيد المرة هذه أنه قتل نيكي، لكن يقول أنا قتلته ولا قتلتها دفاعا عن النفس. يعني قال ما كنتش عندي النية باش نقتل. هي مالها كيفاش؟ المدعي العام رأيه كان مخالف، أكد أنه دافيد قرر أنه يقتل نيكي وقت اللي عرف أنه هي راجل. يعني نجم يكون خذاء القرار كيف شافها أول مرة في الشارع وإلا في الكهرباء. وأكد المدعي العام أن الجريمة هي جريمة كراهية للمتحولين جنسيا. دافيد قال أنه لا مش صحيح. قال نهارتها مشى باش يقابل نيكي الستة متاع الصباح، قال تحركنا بالكهرباء بقينا ندوروا حتى وصلنا للغابة. في الأثناء قاتلي كان يجيو يبراكيونا وإحنا في الغابة، معناتها مجموعة من الشباب، شنو مش نعملو؟ هذا قلت لها ما تخافش راني عندي فرد. قال جبت الفرد متاعي وحطيته بيني وبين الكرسي متاعها، قاعد واحد هو يسوق وهي بحذاه حتى الفرد غادي. قال أول ما وصلنا للغابة بدينا في بعض الحركات الإحمائية في وضع حميمي. وهنا قال كانت الصدمة بالنسبة لي، تصدمت كيف اكتشفت أنه نيكي ذكر. عاد بديت نسب فيه ولا فيها وضربته ولا ضربتها وهو ولا هي زاد بدأ يضرب فيا. قال احنا وقتها كنا في الكرسي الخلفي في الكهرباء، فجأة حطت ساقها على وجهه. قال ولاحظت هكا وبدت تدز في وجهي ولاحظت انها هزت يديها باش تجبد المسدس الفرد اللي انا حاطه في الكهرباء. انا بديت نجبد فيها من حوايجها ما نجمتش، ما لقيت حتى حل قدامي الا اني ناخو كابل الشارجور اللي بحذايا ولفيته على رقبته ولا رقبتها وبديت نخنق من غير ما نشعر. بقيت كابس حتى ليلي مات ولا ماتت. قال فكرت نكلم الشرطة ما خفت، خفت ما يصدقونيش وخفت من الفضيحة، مرتي وعائلتي شبش يقولوا، مش يصدقوا لي أنا ما في باليش، مش يقولوا كان في علاقة مع راجل ولا مع متحول جنسي. هذاك علاش حطيت الجثة تحت شجرة ورجعت نجري للدار وبالوقت توجهت للمطار. والله قال دافيد اللي صار كان مجرد حادث وما كنتش ناوي نقتل نيكي هذيا، فقط ندافع على روحي. خاطر هو كان ولا هي باش يهز المسدس ويقتلني. لكن المدعي العام كانت عنده جزئية مهمة في الجريمة اللي باش تقلب كل المعطيات وهي أداة الجريمة. كنت ركز معايا في أداة الجريمة اللي تم عرضها في المحكمة اللي هو خيط الشارجور. شوف خيط الشارجور كيفاش معقود، العقدة متاع خيط الشارجور متاع واحد محضر روحه باش يخنق بيه شكون، مش متاع واحد جبد الشارجور وعمل هكا صدفة. بالنسبة لي النيابة العمومية دافيد عمل هكا بالعاني، كان في باله اللي نيكي هي ذكر
وقرر أنه يقتلها ولا يقتل. عقد الخيط بالذمة باش من بعد يستعملوا في الجريمة. والستة تاع الصباح أول ما جات بحذاء في الكهرباء ولا جاء بحذاء في الكهرباء قضى عليه. في نهاية جلسات المحاكمة تم الحكم على دافيد بوغدانوف بتهمة قتل نيكولا كينهاوسن، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 19 سنة. نستنى تعليقكم إذن على هذه القضية الجديدة، وفي انتظار هذه التعليق نمشي بكم إلى تعليق اللي جاتنا في قضايا سابقة، ونحب نحيي إحدى الوفيات لشعب المحقق سيدة فتحية من سكرة. وينك يا فتحية؟ توحشناك، عنا برشا ما قريناش تعليقك. مساء النور سي حمزة. في قضية مكتب التحقيقات السر في الحذاء قل لنا فتحية: يا إلهي دائما المال ثم المال والطمع، الإنسان مستعد لكل شيء. تحية تقدير وإجلال لمكتب التحقيقات حرفية شرطة لها ضمير مهني، إن شاء الله يجي نهار وليو في المستوى متاعهم. شكرا فتحية. نفس الموضوع فاطمة كيف من وفيات المحقق، تحية ليك يا فاطمة. اللي تقول: أكيد عمل المحققين الجديين عمل جبار للكشف على الحقيقة، الدقة والتحري مطلوبين باش يواكبوا دهاء المجرمين وتطور الجريمة للأسف. شكرا جزيلا لكم الكل، نستنى تعليقكم باستمرار. للي مازال فيكم لم يلتحق بشعب المحقق ذكروا بالاشتراك معنا في القناة، على أمل لقائكم في حلقات قادمة. نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.